ام علي هاي شي غلط عليك. ام علي مواظن مواظن هي امي بسويت لها كولاتها مكسرات على حليب على ها بس اهم شيء اي شيء يدخل البطن شيء فنان يعني. صدقني في حياتي ما اكلت ام علي. كرواسون مع حليب هريس لكن سويت ام علي يطلع لك اكيد ام علي يعني واحد يسمى ام علي اخترت الاكله هي اخترعتها. كونات شباب جاوبون جواب غلط. كونات ام علي حياتي ما طبخت. انا لا اعرف في مكسرات حليب وهذا مثل البسكوت او خبز وسكر مكسرات ويحرونها. مكوناتها حليب ايش اسمه زبيب مع ايش اسمه هذا كورن فليكس. المكونات الاساسيه هي الحليب الرقائق العجينه الرقائق المكسرات مثل الفستق واللوز والزبيب وفي ناس يحطون فيها جوز الهند والقشطه كل واحد متفرع في اعداد ام علي الصراحه ما في شيء ثابت. مكونات اليوم عندنا الكربوسون الزبيب والمكسرات وحليب مكثف محلى والحليب العاد. اول شيء بنسخن حليب والحليب مكثف محلى بنحط المكسرات الزبيب والحليب اللي سخناه وبالعافيه. حجي هذا اللي اكلناه اليوم صراحه مو بام علي لا ولا ابو علي هذا علي نفسه هذا اللي اكلناه. حجي ام علي طريقتها غير انت ما شغله الكرواسون وخلص يلا بسرعه يلا اي شيء هذا ممكن اذا مال كلي ولي كلي ولي هنيها جيباي او بايم هم لو كلي ولي نه بولتا بس مي وہ جو میٹھائی بنائے بہت اچھا سویٹ ہے نا اچھا ہے مگر اس کا ایک گرما گرم چائے تو پیے گا بہت سر مزہ آئے گا. السلام علیکم. تمرين اليوم هو الكرنشز او ما يسمى به شد عضلات البطن. يفضل انه في واحد ثاني يساعدك عشان يثبت لك رجليك عشان تسوي التمرين صح. هذا التمرين يساعد على حرق الدهون في منطقة البطن بعد قوي الاستابيليتي عندك طلع لك الابس. حتنزل رجليك بشكل مثلث واحد صاحبك حيوقف على رجليك. ايو بابا انا ما يجي انا ما شو هذا استاذ يجي دي جي باي يلا بسم الله بسم الله بابا كله اكل ده كله مالي هذا شلنا بي شلنا ما يجي بابا باي يلا سوي يلا سوي يلا سوي واحد اوكي سوي واحد اثنين ثلاثة سوي تعال هيجي أم علي يا بعد أهلي. أم علي قصتها عجيبة غريبة وما ندري يعني مدى واقعية المسألة. أم علي يقال أنها هي زوجة عز الدين أيبك وكانت ضرتها شجرة الدر. الضراير إذا اجتمعوا سووا مشاكل. سوت لها هذه الأكلة الجميلة أم علي بعد ما غدرت في شجرة الدر وقتلتها وزعت يقال رقائق من الخبز أو مع شوية حليب وشوية مكسرات فوقهم وطلعت الأكلة باسمها أم علي والعهدة على الراوي. الله أعلم. باورچی وگیا سمجھو مر گیا بابر بابر باورچی ایو بھائی اللہ اللہ یا طبخا او باورچی طبخ ماہر باورچی یہ پکل یہ دواس مخا يلا تمرين ونمشي نحرق دهون الكرشي بابر بابر بابرجي الله الله يا طبخة سهروسة طبخ ماهر بابرجي بيتزا السلام عليكم.